بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فحياكم الله جميعا، ونتابع بعون الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التفسير والتعليق على آيات سورة الغاشية. نستهل هذه الليلة بتفسير سورة الغاشية. وسورة الغاشية هي سورة مكية، وكما تقرر في أكثر من مجلس، ونذكر الإخوة الذين يحضرون معنا للمرة الأولى بأن القرآن المكي، القول الراجح بأن القرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة، أعني سورة الغاشية، وكذلك مثلها سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الركعتين من صلاة الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وهذه من السنن التي قل تطبيقها في زماننا هذا. وأذكر أن بعض الإخوة ممن يصلون معنا في الجمعة جاءني بعضهم وقال: يا أخي، أنت في كل جمعة تقرأ الأعلى والغاشية، لماذا يا أخي؟ لماذا لا تنوع؟ لماذا لا تغير؟ فقلت: يا أخي، هذه السنة، السنة أن تقرأ الأعلى والغاشية، فلا بد أن نعلم الناس السنة، وسوف يعني يتضح لنا يعني شيء من الحكم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية بعد صلاة أو في صلاة الجمعة، وكذلك كان يقرأها في صلاة العيدين. العلماء يعني تلمسوا في ذلك الحكم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك. قالوا: لأن يوم الجمعة هو من المحافل التي يجتمع فيها المسلمون، يعني مجمع ومظهر من مظاهر اجتماع المسلمين، وكذلك يوم العيدين، فالعيدين مظهر من مظاهر اجتماع المسلمين. وهذا التجمع قالوا بأنه يذكر بالاجتماع يوم القيامة، يوم الحشر. وكذلك من الحكم التي ذكرها العلماء، والتي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة الأعلى والغاشية في يوم الجمعة وفي العيدين، قالوا بأن يوم القيامة يقوم، كما جاء صحة الحديث بأن يوم القيامة، بأن الساعة تقوم يوم الجمعة، ولذلك ناسب أن يذكر الناس في هذا الاجتماع، أن يذكروا بأهوال يوم القيامة، أن يذكروا بما يجري من يوم القيامة. فاجتماع الناس في يوم الجمعة، واحتشادهم في العيدين، واحتشادهم كذلك على صعيد عرفات، هذا كله يذكر الناس يعني يوم أن يحشر الناس وأن يقوموا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه السورة عدد آياتها 26 آية. في الآية الأولى، أو استهل الله عز وجل هذه السورة بقوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ وأكثر المفسرين، جماهير المفسرين، على أن الغاشية هو من أسماء يوم القيامة. ثم بعد ذلك جاءت 6 آيات بعد هذه البداية: هل أتاك حديث الغاشية؟ ذكر الله عز وجل 6 آيات بعدها في الوعيد المرتب للأشقياء، الوعيد الذي يكون للأشقياء يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك جاءت 9 آيات تتحدث عن شأن السعداء، وهذا جاء على طريقة القرآن، كما ذكرنا لكم بأن القرآن في الغالب يجمع بين الوعد والوعيد، وقد عرفنا في غير مجلس ما الفرق بين الوعد والوعيد، تذكرون؟ ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالخير لأهل الجنة، والوعيد لأهل النار. طيب، فالقرآن عادة أو غالبا يبدأ بالوعيد، بذكر آيات الوعيد، ثم يتبع ذلك بالحديث عن أهل الجنة وأهل الوعد. ف
ثم بعد ذلك، يعني هذه تقريبا يعني خلاصة أو تلخيص لموضوعات هذه السورة. جاء بعد ذلك أربع آيات يتحدث الله عز وجل في هذه الآيات عن الآيات الكونية، عن الآيات الكونية. والآيات الأخيرة من هذه السورة جاءت في التذكير وفي بيان عاقبة المعرضين عن الذكرى، وأن مرد العباد، العباد كلهم مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذه السورة يعني سورة الغاشية فيها شبه من سورة الأعلى، فيها شبه من سورة الأعلى. ما أوجه الشبه بين سورتي الأعلى وسورة الغاشية؟ قالوا من أوجه الشبه أن الله عز وجل في كلا السورتين ذكر الفريقين الأشقياء والسعداء وما عد لهما في الآخرة، ولكن في سورة الغاشية هناك تفصيل أو هناك مزيد من التفصيل عن عما ذكر في سورة الأعلى. كذلك أن السورتين فيهما أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الناس، أمر الله عز وجل نبيه بأن يذكر الناس. كذلك في السورتين جاء وصف النار بأنها يعني نار الآخرة، أجارنا الله وإياكم منها، جاء وصفها بأنها النار الكبرى. وفي الغاشية وصفها الله عز وجل بأن عذابها بالأكبر، يعني الكبرى والأكبر فيهما شبه في وصف هذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه السورة أيها الكرام استهلها الله عز وجل بقوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهل ماذا تسمى في اللغة العربية؟ أداة استفهام قولاً واحداً، ولا هناك أقوال أخرى؟ طبعاً أكثر المفسرين على أن هل أتاك حديث الغاشية على أن هل هنا للاستفهام، وسوف نعرف الآن الأغراض أو ماذا يعني الاستفهام. لكن قال بعض أهل اللغة كقطرب قال بأن هل هنا بمعنى قد، هل أتاك حديث الغاشية، يعني أن هل في اللغة العربية تأتي بمعنى قد، قد أتاك حديث الغاشية. لكن أكثر المفسرين على أن هل هي بمعنى الاستفهام. طيب، قول الله عز وجل هل أتاك، هل أتاك، هذه تسمى كاف الخطاب، صح ولا لا؟ هل أتاك. طيب الخطاب لمن هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يشمل أمته؟ يشمل أمته، المعنى يشمل. طيب، ولذلك نحن نريد أن نعرف بأن الخطابات، الخطابات في القرآن تأتي على أنواع، الخطابات في القرآن تأتي على أنواع. هناك خطاب في القرآن لا يحتمل إلا أن يكون موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، يعني لا يحتمل أن يكون موجه للأمة. من يحضر مثال؟ قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يحتمل أنه يقصد به غيره؟ ما في مجال. ها؟ إذا ها؟ وتخفي في نفسك، صح صدقت، هذا مثال آخر، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا ما يحتمل غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الخطابات التي يعني لا تحتمل إلا أن تكون موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في احتمال أنه يتناول الأمة، ما يتناول الأمة. طيب، وهناك خطابات تدل يعني تدل يدل المعنى أو يدل السياق على أنها تشمل النبي والأمة، لابد يعني فيها من التعميم، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ قالوا مثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، صح؟ طيب قالوا هذا لابد أنه يتناول النبي والأمة، وش الدليل؟ الجمع طلقتم. أيوة أحسنت، لأنه قال بعد ذلك طلقتم، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للواحد، بعدين قال طلقتم، فإذا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. طيب، فهذا وهذا مهم يعني مفيد أن نتعلم يعني أنواع هذه الخطابات حتى نعرف يعني معنى التفسير
هل هذه الآية مثلا مخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخاطب فيها الأمة، أو أنها تحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ هذه الآية التي بين أيدينا تحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. طيب، الغاشية، أكثر المفسرين على أن الغاشية هو اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى الناس جميعا، لأن الغاشية من الغشيان، تغشى الناس جميعا، والغشيان بمعنى أنها تغمرهم وتغطيهم، تغمرهم وتغطيهم لشدة أهوالها ولعظيم أمرها. ولذلك حينما نقرأ في بداية سورة الحج ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إيش؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة يوم مهول، لا يمكن لعقولنا الضعيفة أن تتصور ذلك المشهد وذلك اليوم العظيم. ولذلك لا بد من العمل حتى ننجو في ذلك اليوم. الناس في يوم القيامة سلامتهم ونجاتهم بحسب أعمالهم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما بهما. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت، قالت: يا رسول الله، عراة؟ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ يعني بالمقاييس الدنيوية، نحن في المقاييس الدنيوية التعري يلفت الأنظار، أليس كذلك؟ التعري يشد أنظار الجنسين، المرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة، هذا طبيعي، فطرة، غريزة، أليس كذلك؟ لكن هذه المقاييس مختلفة في يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، يعني قال لأم المؤمنين، قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك يا عائشة، يعني في ذلك اليوم نفسي نفسي، ما في مجال واحد ينظر إلى عورة أحد ولا ينظر، يعني من شدة الهول. مسألة جنة ونار، ما ليس فيها إلا جنة ونار. فذلك اليوم العظيم نسأل الله عز وجل أن يهونه علينا جميعا، فلا بد من أن نعد له العدة. وذكرنا لكم أيضا معنى هذا الحديث حفاة، عرفنا أن حفاة يعني غير منتعلين لا نعال لهم، وعراة واضح طبعا لا يعني ألبس عليهم، وغرلا قلنا غير مختونين، وقلنا بهما، من يذكر بهما؟ لا مال لهم. أحسنت، بهما يعني لا مال لهم. أنت الآن يعني تخرج إلى هذه الدنيا كما قال الله عز وجل: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني أنت الآن تأتي إلى الدنيا ما تملك شيء، تأتي إلى الدنيا يعني عاريا ما تملك شيء، فالله عز وجل يملكك، يملكك المال، يملكك الزوجة، يملكك البيت، يملكك الدابة، السيارة، وما إلى ذلك، وتخرج منها بلا شيء، تخرج من الدنيا بلا شيء. فيوم القيامة بهما، يعني ما في أحد عنده يعني مال ولا أحد عنده شيء يعني يشفع له يوم القيامة. طيب، فإذا هي غاشية لعظيم أمرها ولأنها تغشى الناس. والغشي في الغالب يستخدم في العذاب، تقول يعني تقول غشاهم ما غشاهم أو يغشاهم، بمعنى يعني ألم بهم أمر مؤلم ومحزن. طيب، يعني الغشي لا يستخدم في الخير في الغالب. ولذلك الله عز وجل في سورة طه يقول: فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني الغشي في الغالب يستخدم في، أيوة غطاهم، يعني الغشي يستخدم في الغالب أنه في الأمور المكروهة ولا يستخدم في الأمور، ما تقول مثلا غشيته الخيرات، الخيرات ما يستخدم لها غشي، تقول مثلا غمرته الخيرات ويعني نزلت عليه الخيرات، لكن الغشي في الغالب يستخدم للأمور المكروهة. استخدمت في موضع الخير مثل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. أحسنت، ما شاء الله عليك، هذا استنباط جميل والله. فلما تغشاها، أحسنت، هذا استخدم الخير. أنا قلت في الغالب، ترى في الغالب، يعني طبعا القواعد أغلبية،
لكن في الغالب أن الغشي يستخدم في الأمور المكروهة، وأما فتغشاها فهذا لا شك أنه خير. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ طيب، الاستفهام هنا ما نوعه؟ الاستفهام كما علمنا أيضا في عدد من الدروس يأتي على أنواع. أقول لك مثلا: هل سفيان في المنزل؟ هذا استفهام يراد به الحقيقة، أليس كذلك؟ يعني يراد به الاستعلام عن الحقيقة الأمر، يعني هل هو في المنزل ولا ليس في المنزل؟ طيب، هل أتاك؟ طيب، وهناك استفهام يأتي بغرض التشويق، أقول لك: هل سمعت عن ما حصل في أمريكا؟ هل سمعت؟ هذا يسمى إيش؟ أسلوب تشويق. هذا أسلوب تشويق. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا إيش؟ أسلوب تشويق. طيب، فالآن وش رأيكم أنتم؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ما نوع الاستفهام هنا؟ هل هو استفهام يعني يراد به الحقيقة الاستفهام؟ أو استفهام يراد به ماذا؟ يراد به التشويق والتهويل والتعظيم. طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا يعني أسلوب قرآني، كما أنه أسلوب نبوي، أسلوب قرآني وأسلوب نبوي تربوي تعليمي. طيب، نعم، ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ هذا أسلوب تشويقي، أليس كذلك؟ ألا أخبركم مثلا بأكبر الكبائر مثلا؟ هذه كلها أساليب تشويقية. ولذلك يعني يحسن بالمعلمين وبالمربين وبالآباء، يحسن أن يستخدموا هذه الأساليب مع أولادهم. هذا من نوع التشويق، أنك تشوق الأولاد، تستخدم مع أسلوب الاستفهام التشويقي. طيب، وكذلك يعني في التعليم، هذا من الأساليب التي ترسخ المعلومة، حينما تطرح سؤال والناس يشاركون هذا يرسخ المعلومة. طيب، فقال: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ فإذا الغاشية هو من أسماء يوم القيامة، ونظائر ذلك كقول الله عز وجل: الواقعة والحاقة والطامة والقارعة والصاخة، هذه كلها أسماء ليوم القيامة. بعدين قال: وجوه، أي هذه الوجوه المراد بها عافانا الله وإياكم وجوه الكفار والمنافقين، وجوه الكفار والمنافقين، وجوه خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الذل، الخشوع هو الذل، ولذلك الخشوع مطلوب في الصلاة، لأنه من أركان العبادة أن تكون ذليلا بين يدي الله عز وجل. العبادة، أركان العبادة الذل والحب والخوف والرجاء، هذه كلها أركان للعبادة. فأنت حينما تخشع بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا يعظم أجرك ويعظم ثوابك بين يدي الله، بقدر خشوعك وبقدر ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى يعظم أجرك وثوابك. وجوه يومئذ خاشعة، ويومئذ هذا ظرف زمان يراد به يوم القيامة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة. طبعا هناك قول لبعض المفسرين، ولكن هذا القول في الحقيقة يعني قول مرجوح، القول الراجح والقول الذي عليه أكثر المفسرين، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري، واختاره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ الدكتور خالد السبت، بأن المقصود أن هذه الآيات تتحدث عن يوم القيامة وليست تتحدث عن الدنيا، لأن بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآيات تتحدث عن الذين يعملون في الدنيا ثم يصلون النار يوم القيامة. ولكن القول الأرجح والأقرب للصواب إن شاء الله هو أن هذه الآيات تتحدث عما يكون في يوم القيامة يومئذ. طيب، خاشعة عاملة ناصبة، الخشوع كما تقدم هو الذل، ويدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
على النار، نسأل الله السلامة والعافية. والقرآن طبعا يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. كنا نريد أن نفرق بين الخشوع والخوف، صح؟ كنا نريد أن نفرق بين الخشوع والخوف. قلنا إن الخشوع يعني فيه ذل وسكون، يعني يتميز عن الخوف، اي نعم. لكن الخشوع يعني احد اركانه او ابرز اركانه الذل، ان يكون فيه ذل، اي نعم. في شيء يعني الذل يتبع معصيه، وفي ذل لعله في الطاعه يختلف، يعني تضرع الى الله عز وجل الذل فيه يعني وقار، لكن الذل اللي فيه عذاب هذا يعني هو ايقن انه الله سيخزيه فيشعر بالذل يعني. نعم نعم نعم، يعني الذل، الذل الذي يظهر على الوجه، ذل العبد بين يدي الله تبارك وتعالى هو انكسار وعبادة وخضوع. ولكن هؤلاء ظهر الذل على وجوههم لما اقترفوه من المعاصي، لما اقترفوه من صاحب المعصية، يعني هو ذليل. كما قال الحسن البصري رحمه الله: مهما طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإنهم أذلة أبى الله إلا أن يذل من عصى. هؤلاء المتجبرين والعصاة والطغاة مهما ظهروا للناس يعني بالأبهة وبما لديهم من المراكب وبما لديهم من يعني الحاشية وما إلى ذلك، وهم على معصية، ترى ذل المعصية يطاردهم، ترى ذل المعصية يطاردهم حتى وإن تصنعوا غير ذلك. قال جل وعلا كذلك في وصف هؤلاء من ذلهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طيب، قد يقول قائل: قال وجوه يومئذ خاشعة، لماذا قال وجوه يومئذ خاشعة؟ لماذا عبر بالوجوه؟ قالوا: لأن الوجه هو الذي يظهر عليه البشر والسرور كما يظهر عليه الحزن والذل، ولذلك سمي الوجه يعني وجها. وكل ما يشعر به الإنسان في قلبه من فرح وسرور وبهجة وحبور ومن حزن كذلك يظهر على وجهه، يظهر على وجهه. ولذلك يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة، ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. باللهجة العامية، يمكن حتى موجود عندكم بالمثل، حنا نقول اللي بالقلب يطلع على الوجه أو يطلع على اللسان، صح ولا لا؟ اللي في القلب يظهر على اللسان دائما. الإنسان يعني لأن اللسان والوجه يعني هي بمثابة المغرفة أو الملعقة التي تغرف من القلب، الذي يجري على لسانك هو الموجود في قلبك. فالإنسان مهما حاول يمثل وحاول يتصنع، يعني بعضهم يتصنع الخير والزهد ويتصنع مدر، فيظهر في فلتات لسانه ويظهر على صفحات وجهه، يظهر يعني خلاف ذلك، أنه في قلبي غير ذلك. ولذلك الإنسان يعني لابد أن يراقب قلبه قبل أن يراقب يعني أقواله، وقبل أن يراقب أفعاله. أول شيء تحرص على نظافة قلبك، تحرص على أن يكون قلبك نظيفاً، أولاً من جهة الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون قلبك نظيفاً على المسلمين، ما تحمل على المسلمين غل ولا حقد ولا حسد ولا غش، تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك. إذا كان هذا في قلبك فإن الله عز وجل يسددك ويجري الخير على 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 قلبك وعلى لسانك. فإذا الله عز وجل عبر بقوله وجوه يومئذ خاشعة، لأن الوجه هو الذي يظهر عليه الفرح والسرور، كما أنه في المقابل الوجه هو الذي يظهر عليه الهم والحزن. ولذلك يعني حينما حصلت بعض المواقف في السيرة النبوية كما تعلمون، تذكرون في حديث العرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، جاءوا ناس من قبيلة عرينة، قبيلة عرينة هذه يعني قبيلة في وسط الجزيرة العربية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشتد بهم الفقر، يعني كانوا فقراء جدا، فقالوا: حتى
رؤية ذلك يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر فظهر ذلك على وجهه الشريف، أو أن تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما يعني جاء بعض الصحابة بصدقة وقدم الصدقة فرأوا الفرح والبشرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجه يعني هو صفحة القلب، هو الذي يظهر ما في القلب من فرح وسرور ومن حزن وما إلى ذلك. قال جل وعلا: عاملة ناصبة، أي أنها يعني مجتهدة، اجتهدت وتعبت ونصبت، و ثم بعد ذلك تصلى النار. فهذا العمل يعني أين يكون هذا العمل؟ قال بعض العلماء يعني هذه الآية قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نار حامية، هذا حمل بعض المفسرين إلى أن يقولوا بأن هذا العمل أنها المقصود بها العمل في الدنيا، أنها عملت في الدنيا يعني على غير هدى، كحال أولئك كحال رهبان النصارى يعني. ولذلك جاء في الأثر وإن كان في صحته يعني نظر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مر بدير راهب من رهبان النصارى فدعاه فنظر إليه عمر ثم بكى، هذا أثر يعني ذكر ولكن فيه انقطاع يعني لا يثبت عن أمير المؤمنين. قالوا فبكى عمر، قالوا يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة، يعني النصارى ورهبان النصارى يعملون في الدنيا ولكنهم يوم القيامة جزاؤهم النار. وكذلك ما تشاهدونه الآن من أفعال بعض الطوائف وبعض الفرق من أهل البدع، ألا ترون إلى ما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء؟ ألا ترون أنهم يضربون أنفسهم بالسلاسل ويدمون رؤوسهم ويفعلون؟ طيب هم على غير هدى، يعني هذا في النهاية ضلال، هذا العمل غير مقبول عند الله عز وجل، حتى وإن كان يعني صاحبه مثلا صادق ولا يمثل. طبعا في كثير من الأحيان يعني هناك تمثيل، لكن قد يقول بعضهم هذا صادق يعني، أيضا لا ينفعه ذلك لأنه على غير هدى. لكن طبعا القول الراجح كما قلنا لكم بأن هذا السياق والآيات تتحدث عن الآخرة وليس عن الدنيا، عاملة ناصبة أي في الآخرة. طيب هل الآخرة، هنا سؤال، هل الآخرة دار عمل أم دار جزاء؟ طيب كيف قال الله عز وجل عاملة ناصبة؟ هل هناك عمل في الآخرة؟ قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهناك طلب من السجود صح؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. طيب فإذا القول بأن الآخرة ليس فيها عمل بإطلاق هذا غير صحيح، لأنه قد يكون هناك أعمال في الآخرة كما دلت عليها الأحاديث بالنسبة لأهل الفترة. سبق أنك سألتني عن أهل الفترة، من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم أناس وجدوا بين رسالتين، يعني مثلا ولدوا بين نبوة عيسى عليه السلام وبين نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أهل الفترة مثلا ورقة بن نوفل، طيب سعيد بن زيد بن نفيل، طيب هؤلاء كلهم من أهل الفترة. طيب بمعنى أنهم ولدوا في هذه الفترة ولم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهل الفترة ما القول الراجح في حكمهم؟ يعني ما القول الراجح في أهل الفترة؟ هل هم يكونون يعني مثلا في أهل النار أو يكونون من أهل الجنة؟ قال بعض العلماء أو كثير من العلماء بأن أهل الفترة يمتحنون، إذن هناك يعني استثناءات في الآخرة، يعني هناك أعمال في الآخرة. فكذلك هؤلاء الكفار والمنافقون تناط بهم أعمال، ولا سيما في عرصات يوم القيامة الناس يكونون بحسب أعمالهم وبحسب جهدهم، ويصيبهم في عرصات يوم القيامة من الهم والغم والحزن، ومنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. طيب
فهم مع ما يلاقونه في العرصات وما يصيبهم يصلون نارا حامية، تصلى نارا حامية أي تدخل وتباشر وتصطلي نارا حامية أي شديدة الحر. والمقصود بالنار الحامية هي النار التي بلغت الذروة في الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم بنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فإنها فضلت عليها 69 جزءا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني نار الدنيا التي لا نحتملها ولا نطيقها ولا نستطيع أن نتعرض للشمس، ولا سيما في البلاد الحارة التي تبلغ درجة الحرارة فيها 40 وتزيد على 40، 45، و50، يعني من يطيق أن يتعرض للشمس؟ يعني هذا في غاية الصعوبة. ومع ذلك نار الآخرة نسأل الله السلامة والعافية تزيد على نار الدنيا 69 جزءا. ثم قال جل وعلا: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تصلى يعني وجوه الكفار والمنافقين تصطلي وتكتوي، عافانا الله وإياكم وحرم الله وجوهنا ووالدينا على النار، تصلى هذه الوجوه نارا بلغت الذروة والقمة في الحرارة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، وها هنا إشكال نريد أن نجيب عليه. قد يقول قائل: عين آنية في وسط النار، كيف يكون ماء ونار؟ يعني الماء والنار لا يجتمعان، أليس كذلك؟ الماء يعني يطفئ النار، فكيف يجتمع الماء والنار في نار جهنم؟ ما الجواب؟ إذن الجواب مثل ما ذكر أبو علي أن مقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا، مقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا. يعني قد يقول قائل: يعني أنا كيف يجتمع نار، يعني تسقى من عيني، كيف يكون هناك عين في وسط النار؟ ما يجتمع نار وماء، ولكن هنا المقاييس الأخروية تختلف عن المقاييس الدنيوية، إضافة إلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر هذا رطب، صح ولا لا؟ طيب كيف يعني يحتك الشجر بالشجر ويخرج منه نار؟ هذه من 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 آيات الله عز وجل، أليس كذلك؟ رغم أنه رطب وليس بيابس. تسقى من عين آنية، الآنية هي المقصود بها الحارة، من ماء عين بلغت أناها أي بلغت غايتها في الحرارة. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى آن؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، آن يعني وصل الذروة والقمة في الحرارة. يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا، أي أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، كما في الآية في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يعني انظروا من نكال أهل النار ومن عظيم عذابهم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار. وبالمناسبة يا إخوان، وهذه أيضا يعني من الأشياء التي ربما يغفل عنها بعضنا وينساها بعضنا، من أذكار الصباح والمساء التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها أن يقول في الصباح: ربي أجرني من النار 7 مرات، ربي أجرني من النار، 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 الصباح وفي المساء. هذه من أذكار الصباح والمساء ترى، التي يغفل عنها كثير من الناس، والناس يعني يستعجلون، كما سمعتم أيضا في خطبة الجمعة اليوم، كثير من الناس هدانا الله وإياهم يعني يستعجلوا ولا يتم أذكار الصباح، يعني يستعجل كثيرا. فينبغي علينا أن نقول ذلك. وقد جاء في الحديث أنه ما من أحد
يعني يقول في صباح كل يوم ومساء كل يوم ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار، إلا قالت النار ربي أجره مني، يعني تستجاب دعوته ويجار من النار. فالنار بهذه الأهوال وبهذه الصفة أعاذنا الله وإياكم منها يعني شيء لا يطاق ولا يتصور، وينبغي المسلم أن يفر من النار وأن يستجير بالله تبارك وتعالى من هذا العذاب صباحا ومساء، يدعو بأن يجيره الله عز وجل منه. هؤلاء من شدة ما يعانونه في النار، الله عز وجل يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بمعنى أن أهل النار لا يأتيهم حتى الماء الذي هو من الحميم وبلغ الذروة في الحرارة، طيب لا يأتيهم هذا الماء إلا عند الاستغاثة، يعني لا يأتيهم مباشرة، يعني مع الاستغاثة ومع شدة الكرب يأتيهم الماء الذي بلغ الذروة في الحرارة ويشوي الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شراب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الطعام فماذا أخبر الله عز وجل عن طعامهم في هذه الآيات أيضا وفي هذا السياق؟ قال جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع، أهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ الزقوم، هذا أحد الأقوال، أحد الأقوال أن الضريع هو الزقوم، ويسمى عند العرب الشبرق، يسمى الشبرق، هذا النبات الشوكي. طيب ما الفرق بين الشبرق والضريع؟ هو نفسه ولا يختلف؟ قالوا في فرق، الشبرق والضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع. والشبرق ما هو الشبرق؟ الشبرق هو نفسه الضريع، لكن في فرق بينهم. وشو؟ قالوا الشبرق إذا كان أخضر، النبات هذا موجود ترى في البرية، يعني يعرفون أهل البادية الشبرق، إذا كان النبات أخضر تأكله بعض الدواب، تأكله مثل الجمال الإبل يأكلون الشبرق إذا كان أخضر، ولكن إذا يبس وجف وأصبح فيه شوك شديد هذا لا تطيق حتى الحيوانات ما تأكله. طيب فقالوا الشبرق هو إذا كان بأخضر، لا الشبرق هو الضريع، الشبرق هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والفرق بين الشبرق والضريع قالوا إن الشبرق يسمى أو يطلق عليه الشبرق في حالة أنه أخضر، طيب ويسمى ضريع إذا يبس وجف وكثر شوكه، الشبرق تأكله الدواب إذا كان أخضر، وأما إذا يبس ما تحتمل حتى الدواب. أي نعم، لكن ما ذكروا أنه سام، يعني ما سمعت أنه سام. طيب ليس له طعام إلا من ضريع، ثم قال عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذه جرت الآن مثل على ألسنة كثير من الناس حينما يعبرون عن شيء لا فائدة منه، ولا لا؟ تقول لك مثلا طيب كلم فلان، قال هذا فلان لا يسمن ولا يغني من جوع، ها؟ يعني إنه ما ينفع، ها؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا مثل يعني جرى على ألسنة الناس الآن، لا يسمن ولا يغني من جوع للشيء الذي لا يفيد وليس فيه فائدة البتة، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا ينفع البدن ولا يدفع الجوع، لا يسد الجوع ولا يغذي البدن ولا ينمي البدن، فهو عديم النفع. نعم، أنا سمعت من أحد العلماء أنه لا يجوز للمؤمن أو للمسلم أن يستشهد بآية كريمة فيما يخص الدنيا بأمور الدنيا، يعني مثل هذا الكلام أنه فلان لا يسمن ولا يغني من جوع، أنه أنا مستشهد بآية بس بشيء يعني يخص الدنيا، يعني هذا فيه تفصيل يا عم، فيه تفصيل، يعني في بعض الآيات يعني أو في بعض هذا يسمى في البلاغة، ماذا يسمى في البلاغة؟ يسمى اقتباس، يسمى اقتباس. طيب لما تأخذ مثلا من القرآن مثلا وتنزل على شيء في الواقع هذا يسمى اقتباس. هذا القول في استخدام الاقتباس من القرآن فيه تفصيل، يعني في استخدامات مباحة ما في إشكال، يعني لما تقول والله هذا مثلا لا يسمن ولا يغني من جوع هذا ما في إشكال، يعني
طيب، لكن مثلا أذكر مرة كنت أشاهد نشرة الأخبار وجاء خبر عن انتصار فريق رياضي أو منتخب رياضي في إحدى الدول، فكاتبين آية على الشاشة: وما النصر إلا من عند الله. والله العظيم هذا إجرام، هذا يعني تقتبس قرآن وتنزله على 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 تفاهة وعلى كرة قدم، وما النصر إلا من عند الله، ما يجوز هذا، يعني حرام، هذا اقتباس محرم هذا. طيب، لكن هناك من الاقتباس لا بأس به، ما في إشكال، يعني تقول لا يسمن ولا يغني من جوع، لا بأس، يعني ما في إشكال إن شاء الله. يعني عم نحط كلام يعني العالم، لأنه عم نحط كلام الله سبحانه وتعالى في غير موضعه، كلام رب العالمين نزل يعني مشان نقرأ أو نقرأ. إيه لا بأس، بس أنت الآن اقتبست، أنت الآن اقتبست، يعني أنت لا تقصد الآية، أنت تقصد المعنى، تريد المعنى. فالعلماء يعني حينما تراجع المسألة تجد أن العلماء يقولون أن الاقتباس فيه تفصيل، إذا كان الاقتباس في شيء يعني حميد وفي شيء يعني لا بأس به ما في إشكال، لكن إذا كان الاقتباس في شيء مثلا لا يليق وشيء مثلا فيه امتهان للقرآن فهذا لا يجوز. هذا يعني الذي يحضرني في موضوع الاقتباس والعلم عند الله عز وجل. طيب، فهو لا يسمن ولا يغني من جوع، لا ينفع البدن ولا يعني يرفع عنه يعني أثر الجوع ولا يغذي البدن، وهذه يعني هي يعني أحوال أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. فننظر يعني إلى هذا السياق، هل أتاك حديث الغاشية، يعني هذا الحدث العظيم الداهية التي تدهى الناس في ذلك اليوم، وترى فيها وجوه الكافرين والمنافقين. يعني نحن نريد الآن أن نخلص إلى المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات حتى نفهم هذه الآيات. وهذه آيات يا أخوان يعني مهم للمسلم أن يركز على الآيات التي يكثر تكرارها. طبعا مهم للمسلم أن يحاول أن يفهم القرآن كله وأن يتدبر القرآن كله، لأن كلام الله عز وجل، لكن هناك آيات تمس الحاجة إلى معرفتها. سورة الأعلى وسورة الغاشية تتكرر في كل يوم جمعة، وتتكرر في الأعياد في المناسبات، ويقرأها لإما في الصلاة. فلذلك نحاول أن نتدبر، ننظر إلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات. هل أتاك حديث الغاشية، هذه الحدث العظيم، وجوه يومئذ خاشعة، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة وجوه أهل الكفر والنفاق، عافانا الله وإياكم، ذليلة خاشعة من الذل، ينظرون من طرف خفي كما قال الله عز وجل، عاملة ناصبة، يعني تشقى بعملها وبما يعني صدر منها من أعمال، وعاقبتها إلى النار، تصلى نارا بلغت الذروة والغاية في الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من عذاب ونكال أهل النار بأنهم يسقون من عين آنية، يعني عذاب ظاهري وعذاب باطني وعذاب كذلك معنوي، كما قال الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني العذاب الذي يقع على أهل النار أنواع، هناك عذاب معنوي وهناك عذاب جسدي، وهذا العذاب الجسدي ينقسم إلى أقسام. هناك عذاب يقع على يعني كما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني حتى يعني يتعذبوا، لأن الجلد هو الإحساس، هو الذي يعني يكون فيه الإحساس. وهناك عذاب كذلك باطني، يسقون الماء الحميم فيتعذبون، يعذبون في أجوافهم، تسقى من عين آنية. وكذلك الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا الذي يعني حتى الدواب تأنف عن أكله، حتى الدواب تأنف عنك، وهو طعام لهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني خاتمة هذا السياق أو هذا النص اللي معنا في هذه الليلة، نختم بهذه الفوائد. الآيات الآنفة الذكر تنبه على عظم شأن يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم القيامة يوم عظيم، ولذلك ذكر بعض المفسرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ
يوم يقوم الناس لرب العالمين فأغشي عليه. كان بعض السلف إذا سمع يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني يسقط يغشى عليه من الخوف، تنخلع قلوبهم. هؤلاء يا أخوان يعني قلوبهم حية، يتدبرون القرآن، يعرفون عظم ذلك اليوم. وأما يعني القلوب التي ضعفت يعني أصابتها الغفلة وانشغلت بالدنيا، هذه يكون التأثير عليها ضعيف. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتفقد هذه القلوب وأن نصقل هذه القلوب. كثير من الناس الآن يسأل ويشكو، يقول يا أخي أنا أشعر بقسوة في القلب. كثير من الناس يقول يا أخي أنا أشعر بقسوة في القلب. بعضهم يقول يا أخي أنا ما أتأثر بالموعظة، أنا ما أتأثر مثلاً بسماع القرآن. أنت يعني الذي وصل إلى هذه المرحلة فهذا يعني قد بدأ فيه مرض، يحتاج أن يعالج أمراض هذه القلوب. وأعظم علاج وأفضل ما يصقل القلوب قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر، أن تكثر من قراءة القرآن بتدبر. هذا بمثابة الصابون وبمثابة الصقل. أرأيتم إلى المرآة التي ننظر فيها، أليست المرآة إذا تركتها يعني يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، أليس يصيبها الغبش ويصيبها شيء من يعني الغبار وتحتاج إلى صقل وتنظيف؟ فكذلك هذه القلوب يا أخوان، القلوب تصدأ ويصيبها قسوة وتحتاج إلى صقل. صقلها أن نذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن. ينبغي للمسلم يا أخوان مهما كانت الأشغال، وهذه والله نصيحة لنا جميعا، لأن كثير من الناس يا أخوان يعتذر يقول والله يا أخي أنا مشغول، أنا عندي عمل وعندي وظيفة وعندي دوام وعندي زوجة وعندي أولاد، وبعضهم يقول لك عندي دراسة وعندي اختبارات وعندي. يا أخي مهما كانت أعمالك ومهما كانت وظائفك ومهما كانت أشغالك، خصص كل يوم، وأفضل شيء أن يكون بعد الفجر، خصص أقل شيء 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة لقراءة القرآن. ابدأ يومك بقراءة القرآن، وحاول أن تتدبر، وإذا يعني صعب عليك الفهم حاول أن تقرأ بعض التفاسير والكلام الميسر الذي يوضح القرآن. هذا أفضل علاج لهذه القلوب. فإذا التنبيه من فوائد هذا النص، التنبيه إلى عظم شأن يوم القيامة، أن يوم القيامة لها عدة أسماء ومن أسمائها الغاشية. كذلك الآيات والسياق تبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين يوم القيامة، أشقياء وسعداء، ما في قسم ثالث يوم القيامة، لا يوجد قسم ثالث، ما في إلا أشقياء وسعداء، كفار ومؤمنون. أيوة، يعني أصحاب الأعراف في النهاية يعني يمتحنون ويكونون إلى الجنة يعني. طيب، أيوة، أصحاب الأعراف يعني أيضا مآلهم، يعني القول الراجح أنهم سعداء، يعني يكونون من السعداء، لكن ما في شيء في النص، ما في حاجة يعني وسط، لا هنا ولا هنا، إما سعداء وإما أشقياء. كذلك الله عز وجل يعبر عن الذوات وعن الأشخاص بالوجوه، وذلك لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان، والوجه هو الذي يظهر عليه الفرح والسرور والحبور، كما يظهر عليه الحزن والشقاء والعناء. طيب، ولذلك لما كان هذا الوجه أشرف الأعضاء أمر المؤمن وأمر العبد بأن يضع وجهه في الأرض لله رب العالمين. أنت الآن تسجد لمن؟ تسجد لله تبارك وتعالى. أشرف عضو وأشرف شيء في الإنسان وجهه، ومع ذلك انظروا إلى هيئة السجود، هذه الهيئة التي نغفل عنها بسبب الإلف. كثير من الناس ألف ذلك المنظر، يعني أصبح يسجد أوتوماتيكلي، فما يفكر. ترى أنت لما تنظر إلى وضعية السجود، هذه يعني غاية الذل، أنت وضعت وجهك لله تبارك وتعالى. فإذا الوجه هو أشرف الأعضاء، وكذلك عبر الله عنه عن الذات. كذلك دلت الآيات على أن أهل النار لهم طعام، وطعامهم يكون من الضريع وشرابهم من الحميم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الآيات ترد على بعض من يقول بأن العذاب في الآخرة عذاب معنوي وليس عذاب حسي. لا، العذاب عذاب حسي،
في طعام وفي شراب وفي، فهو عذاب حسي ليس فقط عذاب معنوي. فنحن نعتقد أن الجنة حق والنار حق، وأن هناك نعيم حقيقي وهناك عذاب حقيقي، وليس كما يقول يعني بعض الفلاسفة أن هذه أشياء معنوية أو عذاب معنوي. لا، هي حقائق. الله عز وجل لا يخبرنا عن أشياء لا حقيقة لها، وإنما هي حقائق. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. الجنة فيها نعيم حقيقي وفيها متعة حقيقية، والنار نسأل الله السلامة والعافية فيها نكال وعذاب حقيقي. هذا يعني تقريبا خلاصة ما في درسنا هذه الليلة، وبعون الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية سوف نبدأ من قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وهي الآيات التي بدأت تتحدث عن أهل السعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا.